للي ما يعرف طلبت صندوق من الدارك ويب، وهذا الصندوق. خلينا نشوف شنو بداخل الصندوق ونفتحه together. دارك ويب، الموقع المظلم. بوكس، ما نعرف شنو بداخله. كان سعره 300 يورو، يعني ما يقارب 350 دولار. شوفوا قدامكم. فهسه بعده محكم مسدود، فهسه احنا وياكم رح نفتح نشوف شنو بداخل الصندوق. بليس سوي سبسكرايب، اشترك بالقناة وفعل الجرس، سوي لنا لايك وخلنا نشوف. راح نفتح صندوق together me and you. اوكي، ما لقيت سكينة، لقيت مكشارة مال بوتيتا. خلنا نفتح شوفوا. حتى بعدين طبعتين اتمنى تشاهدون الفيديو للاخير، لان بالنهايه راح اكشف لكم سر ما حد يعرفه بهاي الطريقه. او ماي جاد يا جماعه، جيب المايك يمي. يا جماعه شغلات تموت. او شيت، ما اعتقد اني هيك راح يدزولي. عطر، بس يا جماعة تراني جدا. اوكي، عطر، ريحته حلوة. هنا خايفا تردد. شنو هاي؟ طوبة. دافع يا جماعة 400 دولار او 350 دولار، دافع تزول الطوبة. خليه هنا. واو، مايك، شنو صناعته؟ صيني. بعد حطه هنا. واو، اتمنى ماكو شيء مخيف. لابتوب، واو شغال. اها، لابتوب وشغال وعلى نتفليكس. نشوف باللابتوب شنو بداخله. كل ماكو شيء. واو، موبايل شغال، ما اعتقد. شوف شنو بداخله. اعتقد هاي حافظه مع الكاميرا. واو، كاميرا مال اكشن جوب، شلون جو برو. فد شيء خرافي، سعرها تقريبا 200 دولار. وات، وات ذا فوك. اوب يا جماعة الخير، شوفوا كلش تخبوا. تشوفون طيارة، هاي تصور سيلفي وتطير، سوى اكشن. تشتغل، واو شوف تشتغل. دام برو شيت. سماعة قيمتها 30 دولار. موز جيمر اشتغل. لا بعدين نجربهم، بعدين نجربهم. لحد الان رابحين ما يقارب 300 يورو. جماعة هذا انا خايف من هذا السكين. علي دم كاتبين رسالة بيسك. شنو معنى كلمة بيسك؟ بس بي شوية دم. الشغلة تخوف. الصندوق فارغ. شفتوا هاي كل هاي الهوسة، كل هاي الهوسة منين اجت؟ شوفوا منين اجت. كرتونة فارغة، الغلاف مال كاميرا، هاي كاميرا، طيارة، جهاز، قطر، سماعة، لابتوب، ماوس،
ومايك. هاي طوب ما تشلب غراض، واهم شيء التيب اصلي او مو اصلي، وبعدها بطبعته لو لا. اوكي طبعا ما لكم شغل بالنصب والاحتيال اللي صار والكذب اللي يسوونه على اليوتيوب، كله كذب. يروح يلم غراض من الشارع، يلم غراض من البيت عند القديمات، ويجي حاط هنا بوكس وسده وقال ضربت من الموقع، وحاط لي سكينه صغيره وعليها شويه دم، حاط له حبوب، وحاط لي ما ادري شنو، وحاط له موسيقى مخيفه. هسه راح يصير راح يخافون الشرطه عليه. هسه انتو جذابه، لا تصدقون بهيج محتوى. طبعا هذا المحتوى بدا من الاجانب، بعدين تطور شويه اجانا، فاحنا سوينا اشتغلنا عدل. احنا دائما نسوي بها الشغل نصب احتياج، لازم نكذب بالشغل. يروح يلم موارد البيت ويجي ذني من الدارك ويب. لا تصدقون بهيج كذب، احتمال قليل اللي يشترونه من الاي بي بوكس، قليل. ترى الدارك ويب مو ياه اللي يجي طبه كذب كذب. انوي كذب انوي، اذا كنت عجبك الفيديو اشترك بالقناة وفعل لنا الجرس وسوي لنا لايك لايك لايك. نشوفكم فيديو جاي جاي جاي، ومنهم باي باي باي.